زخم كبير من المواطنين في محافظة المثنى على وكلاء المواد الغذائية لاستلام مفردات البطاقة التموينية الجديدة. الوكلاء يواصلون توزيع المفردات لا سيما بعد وصول كميات من الرز ذا المنشئ الأورغوياني بعدما تأخرت بسبب نفاذ كمية الرز في مخازن الشركة. إقبال المواطنين عموما على استلام حصصهم من مفردات السلة الغذائية خلافا للفترة السابقة، وهذا يعود إلى توفر المواد بشكل متكامل. والله جيد جدا وممتازة، وتنشع الفقير والمسكين وانتكلنا عليها وكسر ظهر السوق، وجيد جدا. بس تتمن شوية هذا اي والله مو بشاور الروانا قالوا لنا بالله. المواطنون بدورهم أشادوا بنوعية مبادرة مشروع السلة الغذائية، مؤكدين أهمية تطوير وزيادة المواد الأخرى كون الكثير من العوائل تعتمد على مفردات البطاقة التموينية لا سيما العوائل الفقيرة والمحتاجة. الوجبة ما تكفي للعائلة صراحة، ما تكفي يعني الماء عنده ينطر زين، أكو مواد ما داخلة يعني بالبطاقة مثلا التايت الصابون، أكو هواي شغلات نقص، يعني الفقير ما يقدر يدبر نفسه بهالوضع هذا. تم تأخر عندنا وبعض الأشياء اللي بالمفردات التموينية تأخرت عند الوكلاء، فصار توزيعها شوية متأخر عليهم، فهذا يعني شوية أخر على المواطن رغم محافظة المثنى تعاني من حالة الفقر. مفردات البطاقة التموينية ساهمت بعدم رفع الأسعار في الأسواق أمام المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية، لا سيما المثنى التي صنفت كأولى محافظات العراق بالفقر والمحرومية. للعراقية الإخبارية علي كريم، المثنى.